عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، نتوما وليداتكم وبصحه والسلامه يا ربي. باش ما تمنيتو اليوم ان شاء الله واحد الروتين نزول عن طلب الاخوات، مبهضات شي شويه اليوم، غادي يكون من الصباح حتى العشيه. طب الحمد صورت معكم الفطور، حيت غير انا ونهيله خديت شي غير حليب وخبيز، غير حليب خضر، وكليتو مع شويه الخبز حيت كنشرب الدواء. صافي غادي نغسل المعنه ديال الفطور تجمعوا ليا من الصباح. كما كتشوفوا البوطاجي راه خاوي ما عامرش، ها هو الهيته هو خاوي، السكين داكشي خصو يتمسح، ندير شويه الجافير وحنيده د القراعي نغسل هنايا ونغسل شي معنه. ها هما نتوما معايا، اول حاجه غنجيب واحد الشبكه ديال هنايا. شوفي البيض، شوفي قولي صوب لك بلاطو، قولي صوب بلاطو. نحطو شويه البيضه وداس هاد الروتين ديال المواعن، راه كان تحت طلب الاخوات بزاف، قال لك بغينا ترجعي معاه ديري معنا المواعن. انا طاج درت شحال هادي، صافي غسلت هنا غير فين نحط المواعن اللي غنبدا نغسل. دي شوفي راحت 20 درهم راه فوق الحيط، او قصت الماء قص الضوء. انا اللي كنخاف من الضوء بزاف يا البنات، كنخاف من الضوء، قولي ما يطيحش المهرس قلبي. ما درت لا جافي لا والو في داك الماء، لحقاش ما كاينش شي ماء هنا فيهم البيض ولا غير معينات فيهم الحليب وشي فيه اتاي. اتصل بيا واحد الولد دابا كضمن بيت على واحد القريعه ديال عطريه زوينين جبوني من جيميا، دوبا الزوينين ما كيشدوش البلاصه. عيط لي دابا قال لي عطيني النعس ديال الدار، نعت ليه وغادي يجيبهم ليا. تقريبا هما كيديروا 169 درهم بالنسبه للناس اللي في كازا، ما غيخلصوا لي في الريزون. انا خلصت 40 درهم حيت انا بعيده. شتي البيض شحال اختي طلع؟ صافي ثلاثة ب 450 زوينه. دابا هاد الايامات نيت لواحد كيصوم غادي نحط هاد الكيسان هنا على ديك المعنات اللي كاينين تما، غادي نحط بريسلات نحيد الماعن باش نطيب الغدا على خاطري. غندير ان شاء الله اليوم شويه ديال البيتزا وحشناها، ونبدلو شويه الطاجين ونبدلو شويه الحوت. انا اختي ديك كنشوف عليها الماء ناري، هادي باش حسيتي اختي؟ قالت لك حسات بالموت وهي نازله في الدرج. ورش ليا دار الله يمسي باش نزل عليها. سولتني واحد البنت قالت لي ملي خديتي هادي خديتها مدرج من درب عمر ب 260 ريال، ما قلتلهاش نكمل هادو. تقريبا راه عندي تقريبا هادي راه عندي تقريبا شي من يلاه حليت القناة شي عامين، كان ملي كنسالي كنغسلها وكنديرها في الشارجة وتنشف، كتهزي منها الماء مسكرين. شي طحين جبدي عمر ليا الصيد الصغير، هادشي غنبغي ناخدو باش ندير بيه البيتزا. عاجبني هربتي، هادي مشات تجري البارح وصراحة راها رجلها. هاد البيسلات بقاو من البارح هادو، صافي ديال العشا بقاو ديال العشا. وعندي الصابون اليوم غتصبن نهيلة، عندك الصابون غتصبن نهيلة. عندي واحد الطابية ديال بيت النعاس، وعندي واحد الطابية واحد الزربية أخرى ديال المراح، وعندي الزربية ديال الكوزينة خصنا نصبنو، غنصبنهم غير هنايا إن شاء الله في المراح، وحنا فرحانين. عرفتو علاش البنات؟ علاش فرحانين ويلا؟ فرحانين حيت دارولنا الكودرون، على سلامتنا. كانوا كان الشانطي فيه الشانطي الكبير هذا فيه مزفت ومقاد، ولكن الزنيقة اللي قدام الباب كلها طراد. ما عمرش شفت شي واحد فرحان حيت دار ليا الزفت قدام الباب. البارح راه دا متكية في البيت وهي نايله هي ومصطفى تيجريو، قلت لهم انا شنو كاين؟ لقيتهم تيطلو وتيضحكو حيت دار ليهم الزفت قدام الباب. قلت لهم ناري عرفتي كنطلو فرحانين بحال ما عرفت كي جاتني. كنكذبش عليكم، ما كنحملش داك التراب، كدوز شي طوموبيله كتهز داك التراب كله للسما. الشراجم يوميا خصني نمسحهم، وإلا جا عندك شي حد على غفله يسحبك عمك ما شقيتي.
هو راه واخا تشقاي وتمسحي يوميا انت عمره، ودابا راه زفتو قاع الدور بقاو لي الشراج مسخين، كاين ماشي مشكل. من بعد ان شاء الله شوفي لي يكون هذاك الدريم والجينيا، من بعد ان شاء الله يسالي وحيت باقي خدامين حدانا، ونضربها بواحد الحكه للشراجم ان شاء الله. طبيعة الحال غيبقاو نقيين مده. طولت عليكم في هاد الغسيل الماء يعني، صافي بقى لي غير هاد البراد نغسلو، دابا شحمرت ساعتين البارح صافي، ونجمع وغادي ندوز نعجن البيتزا. البيتزا ما غنديرهاش معاكم حيت فيها حاطه شحال من خطره، غنخلي لكم الرابط ديالها نعجنها ونرجعو نتلاقاو ان شاء الله. هاهي العجينه البنات عجنتها، ما تعجنوهاش بزاف، غير جمعوها بالماء واحد شويه وصافي، وديرها في شي بواطه وخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان. هاهي جاتني ديك الكوليه من عند جيميا، جابوها حتى للباب. على ريحان هاهي، شو كرتون قداش وهذوك راهي صغار، انا نوريهم لكم. هاي بالنسبه للثمن داكشي، المهم كتخلصوا هاد الباب، ها هي 93 درهم. قالت لي نوها الا عندك تكون مهرسه، قال لها كانت مهرسه رجعوها لكم ونجيبوكم الدبره. شو البواطه تقديد دا، شو الكرتونه قديد قداش. صافي البنات هادو ها هما قديتهم هنا. بالنسبه لواحد الاخت كتسولني على هادو، ماشي غير بزاف الاخوات، هادو خديتهم غير مرجان قيلة ب 30 درهم يمكن. ها هما هادوك، ها هما زكيت فيهم البنات العطريه، صراحه زوينين وما كياخذوش البلاصه كلها. بس كلشي درت هنايا اليازير، الزعتر، اليازير، زعيطره، هذيك العطريه ديال الدجاج، ثومه غبره. هنا درت العطريه كامله، هادي باقى لي الكامون غادي نطحنو. تامو ليس غير مع الحيفه ديال حافظنا عليهم، طبيعه الحال غادي يصبروا عندنا شويه. والاخرين غادي نعمرهم، نغسلهم ونعمرهم، دوك الكبار من يخو هادو نعمر بهم ونديرهم في البلاكه الفوق. صافي وهادو غادي نحطهم هنايا، هادو كنديهم فوق الطبله هكا على حساب كامون وملح وبزار داكشي، خصني نغسلهم. صافي غادي ندوز نغسل هاد القرعه ديال الزيت، ندوز نغسل هاد القرعه ديال الزيت ونعمرها. وهادو معدي ما ندير لهم هادو، قالت لي واحد الاخت غلفيهم ب بالالومنيوم، بورق الالومنيوم، دابا نغلفهم ان شاء الله. وصافي خويت واحد شويه فين نخدم، وصافي هنايا غادي نصاوب الزيوت المنسمه البنات. هي صاوبتها شويه معطله، خاصني نصايبهم 3 ايام قبل باش الحرايط تلقاو، ولكن ماشي مشكل غنديرهم دابا على ما طيب البيتزا. واحد البوطه فاز زعيط، فاز زعيط لا طيحه وراهم. غادي ناخذ الثومه هكا وغادي ندير، درت ورقه سيدنا موسى، ثومه، غادي ندير شويه ديال الزعتر. اللي عندكم ديك السودانيه باقيه الكصاينه ديروها، انا راه ما عنديش، شديتها كلها كانت عندي، شديتها كلها طحنتها. واليازير غندير شويه اليازير، وغادي ندير الزيت هنايا. ها هي البنات، ها هي عندنا الزيوت منسمه، فن فن البيتزا. صافي دابا انا غنشوف هذيك العجينه، شفتوا خليتها تضاعف الحجم ديالها وطلعت حتى للفوق. صافي انا غادي نطيب دابا هادوك الخبيزات، نطيب هادوك، نطيب بيتزات تكونوا كبار، ما غاديش ندير الصغيورين. صافي ونرجعوا ان شاء الله نقادوا الحشوه ديال البيتزا. صافي البنات انا ساليت تقريبا، درت هادي بالكالامار، هو ماشي كالامار، الكالامار دوك بحال السيبيا ولا دوك الهبره اللي كتكون بيضه. وهادي درتها بالطون، وهادي درتها بالطون، وهادي درتها بالكالامار. انا طيبتها، طيبتها في هاد المقله كما كتشوفوا، ها هي هاد المقله ديال البيتزا. تقريبا درت، ها هي عطوه مزيان دابا، تقريبا درت هنا، درت طيبت هنايا، طيبتهم هنا نص طيبه، ودابا هي غتكمل، هو الفرماج كيذوب وهي كتنزز من التحت. اللي عنده هادي غير ما يقولش تزربت، حتى انا في الاول قلت تزربت فيها، وكنت غير حاطاها، وكنت خديتها في الاول راه ما كانتش خدامه مزيان، لانها كانت كتسخن وكتبرد بزاف، وكتسخن وكتبرد بزاف، وديت رجعتها كلها ما كتسكتش، كتبقى خدامه ما كتسكتش، ما كتاكلش الضو بزاف. دابا تقريبا غنخليها هي كتذوب في الفرماج، وفي نفس الوقت غادي تنزز ليا ديك العجينه ديال البيتزا. هنا غندير داك الزيت المنسم اللي قاديت معاكم، كتجيبها بنينه بداك الزعتر، وغنحك شويه الزعتر الفوق، حيت واخا غينزل ما غينزلش ليا بزاف، شتو ما نزلش ليا بزاف ديال الزعتر. واحد الاخت قالت لي حلي
حلي شي محل ندو نجيو ناكلو عندك. ماكرهتش والله ما كرهت، ومني تيكون عندي غير واحد السناك صغير، ولكن فينا يا الصحه باش الواحد يقابل داك السناك. بعلي شي هواس خوخه وجو مرحبا بكم. صافي غنخليه يذوب ونرجع معكم ان شاء الله. غنخليه يذوب يذوب فرماج مزيان وندوزو نتغداو، وعاد كنخمل في بيت الناس. تقريبا حطيت الحيوطه وغسلت الشرجم وغنصب ليه الطابيات ديالو، وغنصب واحد الزريبيه كما قلت لكم صغيره ديال الوسط المراح، وكل مره غنخمل شويه ان شاء الله. تقريبا هذه هي داب على الفرماج، وليكم شحال هات اش قلت لكم هذيك هذيك المقله زوينه سمعتوا التنزيطه. رجعت هاد لابارت كتقرمل بحال اللي طيبه في الفران ديال البيتزا، هي اصلا خاصه بالبيتزا ولكن زوينه احسن من طيبه في الفران ديال الضو. هاي شفتوا شي حاجه زوينه، بغيت نقلبها لكم تشوفوها من التحت، ولكن غادي طيح لي كلشي. غنمشيو نتغداو حقكم في الجنه، واللي حامله تسمح ليا. واحد الاخت بقات تعليقه وحق الله الا قالت لي غنلغي الاشتراك من عندك تيفوت الوهم. اختي الا كنتي قريبه هنا في مراكش والله الا اجي مرحبا والف مرحبا والله اختي، وسمحي ليا بزاف. نمشيو نتغداو ان شاء الله ونرجعو نكملو شقانا. ما كاين لا لاسيست اليوم لا حتى حاجه حيت كاين الشغل، وباغا نخرج دابا شي شويه ان شاء الله لسات ايام ندي واحد الصاك وانتوما معايا ان شاء الله. صافي البنات غسلت الماعن كاملين، حيدتهم ديال الغدا، رطبت هنا واحد شويه الحسوه، واحد شويه البلبوله رقيقه ماشي الغليظه، ديك الرقيقه كتجي حسوبتها زوينه، بغيت نديرها في العشيه مع شويه التمر كتعجب ريحانه وزوينه هكا خفيفه للعشاء. وبالنسبه للبيتزا راه بقات ليا وحده، بالنسبه للبيتزا بقات ليا هذه باقي ما طيف غير حطيته هنا الفوق، بقات لي هذه باقي ما دابش على الفرماج كاع خليتها المطاط، وشاطو ليا هادو ما عمرتهمش، هادو غنخليهم غنديرهم في الكونجيلاتور شي نهار نكون هكا كنت خرجت في الصباح ولا شي حاجه نجي نعمرهم هكا الغدا مع شويه الطبق ومع شويه الشلاطه وها. وشطت لي هذه عامره حتى هي، خليت وحده بالكالامر وحده بالطون حتى العشيه نحطو مع ديك هكا الكسكروت، نحطو هكا العشيه العشا مع شويه الحسوه والتمر وشويه البيض المسلوق. ايوا اللي بغى هادي عاود ياكلها، انا بالنسبه ليا ما نعاودش ناكلها، صافي تغديت بها ما نعاودهاش في العشاء. صافي دابا غادي ندوز نرطب دوك الزراب ان شاء الله، ونجيب التيقه من الدار. كملت بقيت في الدار غنكمل معاها، ما بقيتش راه غنمشي ان شاء الله لساتي وانتوما معايا. صافي البنات هادو هما الزربيات اللي غنصبن، شتي قلت لكم راه عندنا الغبره، راه فرحنا ملي صلحوا لينا وحق الله. غادي نصبن هادو دابا، والكبيره ها هي هي في الموقفه هنايا طلبابو. هادو شي حوايج غندوزهم دابا نيت، غادي ندير غير الصابون كناخذو من البيب تقريبا 15 درهم هذيك البيضه، فن فن زوين تيخلي الزريبيات رطبين وزوينين وعندو الريحه زوينه. ما نقدرش نقفز حدي، يلا نبعكس كاين حكي 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 خلاص. يلا دابا ملي كيجي سبحان الله صحيه صحيحه، ملي وصلنا وقت الحكه قالت لك الكابه دارينا والله الا دارينا كامله. شتي الغبره راها شتي راها في الطص. اه انا عرفت شي من الغبره بزاف. صافي الكبيره غنداوق على لافاج ما صبناش كاع هنايا، راه نطير هي اللي تصبناش كدير. اه نصبنها لك. ها هو الصاك البنات هو هذا، انا غنمشي دابا ان شاء الله نصيفطها غير هنا في غير هنا في المغرب، ماشي برا ماشي الخارج ولا غير هنا في المغرب، غنمشي ان شاء الله قبل ما يسكتو وانا معكم انا نرجع ان شاء الله. هالاصلاحات اللي قلت لكم البنات هما راه حابسين هنا كيقادو في ديك الطريق الثانيه، راه شفتو صايبوا لنا هاد الشانطي وصايبوا هذا، راه كان غير الترابي اللي عقلت وقت كنصور هنا غير الحمد لله ملي قادوهم. دابا انا غنمشي ان شاء الله لساتيه من البرج، شفت لكم المحامي ما عرفتو في داير. المهم ولا كتبان الدنيا يا كنصطافا ولي بانت البني زوين فين ملي كان التراب هنا، باقين هنا باقي ما قادوش شفتو كانت الحفاري زعما حيت مقاد. صافي
مشيت لقيت نهيله كملت السياق وداكشي، عمرت الكوست تاعي وطلعت نشرب الحوايج. انا دابا حيت هي عيات انا غنشربهم دابا. صبنا في الحقيقه الطابيه ديال الكوزينه، صبنا في الطابيه ديال بيت النعاس. ايوا خملنا بيت النعاس وكل مره نحيدو حاجه. انا سخفوني هاد الدرج ونجي الحنينه. المهم انت الحنينه. اييه سبحان الله الواحد يبدا شي حاجه يجبد ميته. حكاتهم خرجتهم زوينين تبارك الله. حق هما ساهلين بالزربه كيخرجوا. البنات انا راه رديت رطبت ديك البلبوله الرقيقه اللي كنت قلت لكم ورديتها كطيب تقريبا دابا واحد ساعه المكانه. صافي بانت لي طابت ولات هي هذيك. ديك الكشكوشه اللي كدير راه كنحيدها تقريبا ما بقاتش بحال هادي. غبرات ما بقاتش تحيدتها. درت هنا شويه ديال النيدو مع شويه البزار وشويه الكمون. استعجبني انا بالبزار والكمون. صافي غادي نخويها هنا ورديت شويه البيض كيتسلق وغنحط شويه التمر ونشرت الحوايج. ودرت ماكينه اخرى ديال الحوايج تقريبا بقات ليا تقريبا كنصبن انا في العشيه هكا غير هادوك صبنتهم بالنهار. كيكون الصابون في العشيه احسن كيكون حتى الضو ما تيجيش غالي. صافي تقريبا ها العشيه سالات والروتين حتى هو قريب يسالي. نتلاقاو ان شاء الله ملي نقاد هاد الحسوه في جميع البنات باش نقول لكم بالسلامه. صافي البنات رانا كملت تقريبا العشاء. دابا راه باقي كنقي شويه البيض سلقته. بقات لي واحد البيتزا صاينه ما بغاها حتى حد غنخزنها في الثلاجه حتى غدا ولادو كيدورو ليها. ايوا صافي دوزتو معايا نهاري شويه اليوم كان متومر زعما. ايوا نخملو البيتان بوحدو الصالون بوحدو تنكملو كلشي. انا اللي حتى كنكمل ديك الروينه ديال الشباكيه وداكشي عاد كنخمل الصراحه. نضطر نقاد داكشي ونحطو نصورو معاكم ونحطو ان شاء الله في الكونجيلاتور حتى لو كان توصل وقيتو الا بقينا في الحياه. ما عمرني ما وجدت بكري راه شاهدت معاكم كلشي ديما عامين دابا وحنا مجموعين. هادي ناديه كتصوني عليا وتقطع كتصيفط لي ميساج ملي ما تندخلش نقراه كتصوني عليا زعما دخلي قراي. صافي درت واحد شويه التمر هنايا. انا هاد العشاء هذا تيعجبني بزاف. صافي البنات هذا هو العشاء ديالنا. كنتمنى شوفوا بوماتي فين كاينه زعما باش ما ننساش ما نساليش الشقه زعما نديرها للديا. صافي البنات هذا هو العشيوه ديالنا. كانت واحد اللويزه هنا مخشيه. كنتمنى هاد الروتين اللي طلبوه الاخوات يكون شويه محفز. خليت لكم الراحه وفي امان الله. السلام عليك يا